first day, we had 25,000 people sign up, and then it just started. It just like, it never stopped. السلام عليكم. قصة دي انستغرام. عالم كيدا مدو. تاريخ ديدا. إيو وحك استو اي تهيبا. وحي كبلابان تاكونا دماتا. ماك سوكربيغ. سيدي اوكوها واتساب كي اي نوكا سوفا لوني. ايوم بي انستغرام كنكو يهي. انتي و فيسبوك و كومنا كولا تشيدا اون. ايوم ماك شاقو اوغو يارين اللي دهدو كيفين سيستروم. او كدوني يي انو ويبسايت كا فيسبوك سامي يو قابسا ورهد اللوغو اديك سنكرو. نينكا سينو وسودو ويي دلب كاس. لكن و كدي دي. كدي مركي ولا تريه سيو شاقي. ان فيسبوك آنو هاين وحسير راقي يي اردوان لسكه المامي دونو. نيكاس كيفين وحا او ادي تليانيغا وحانا او كبلا بي حرفاد او چالا او اهيد فوتوغرافر نمدا وحانا او دراسين تصور قادستا كبرتي وحا ادو بادن ومركي دنبا او دبدحادو نقضي مشروع عيساس انستغرام كي او قدال كبلا بي مركي او سيداسو قصوالابتي تليانيغا وحا او مددي تببر كي انترشيب كوقاتي شركت كالي او تكنولوجي ديد او اللي يلاهدو او ديو او مركي دنبا نقطي تويتر كا انتاسو تببركاس كوچرينا وحايس برتين تشاك دورسي او او شاقي ان تويتر كون نقندونا شركة دادوين بلسا كيفين معنى بوران كما آنو دح عرق تويتر كا وون اسكيقة تيجي وحانو سيداس كيفين كود ديدي انو كمد نقضو لابدا شركة دود اي واوين فيسبوك يه تويتر انتيا يير يرايين يعني وحو يساسيجي لابا فرصادود او هنتيروين كون نقون لها شركة داس تكنولوجيا داد اي واوين وكغمد نقون لها برسا كيفين قدال ايو كاساسي شركة دي سيساق او غار كا ايو كغل دي دونا چانيس يدا سيگي وحاو بلابي براشاد حرفاد عصوب او اه سمين تاباب كمو بلادا مدسان ندقوديه اهنا وحاو سميي ابو بحيي باربان او او غمق عدري خمري او چعلا او عبي چري اب كاسي وح عبي تانو اللما آنو حريدينين ايو وحوها اب ددك حسوسين ايام ميلها اي آدايان اما ميلها اي قرشين ايانين اي آدان سيدي اب تشيكينا او اد قرشياشا دا كوكالا هباي سانايسو وحانا وددك سينا يي قابا يكو باوست غرين كريان سا ورهدا ميلها اي آدايان ابال مرين هم ماغنا ددك كو سينا يي دقلقا قودا مركي او اب كاس بيربن سمي يي كيفين ايو ادي حفلة دي هانتي ليال فرابدان كاسو قيب غالين مركا سويسكو دي يي انو ميت كميدا كو قان عيو انو كنتون كون او دولار كو مالغشا دا ويب كاس وحا مقشي شركاد مالغشي حوك تاس او لبا بغول ايو كنتون كون او دولار كو مالغشا تي تاسو مالغشا دي ياشي سياسة الكاهانا كو كليف تي إنه لابا بغول يو كنتون كون إيو غنو كمال قشادان سيدا سايي شركة داس اوغوب اي كيفين كوها شايها في مليون دولار كيفين وحاو رادي يقفل وداغة سمين تاياهو شعب كيساس وكو فاوندر وحانا هري چان اسكاس مايك ريگر او هادت كيوغوه ريي اي اب كاس لسو ديگي اي اديك سدي عقبت دمركن هرتاگاني وان اي عانا هين اديك سديال بدن اي اي اب كودنو هيلين كدب وحاو كيفين لحلولي اديك سدياشو دا اي هايستين اي بغول كقفها سي او ويديو وحا اوغو وناكسن ay kaga heleen abkan waxa ay badigoodu ka sinmeenna waa ku gudbinta sawirradooda markaas ay go'aansadeen inay abkaas ka saaraan waxyaabihii kale badiba oo ay ka horumariyaan dhanka sawirrada iyo post garayntooda markaas ay abki magacii ka bedeleen oo ay u bixiyeen magacan uu caanka ku yahay ee Instagram oo ah laba magac oo la isu geeyay oo aha Instant iyo Telegram kadib kayfin ayaa gabadhii saaxiibada ahaayeen u bandhigay abki markaas ay u sheegtay inaanay adeegsanaynin maadaama aanay sawirradoodu qurxoonayn oo kamarad quality liidata ama aanay ku qanacsanayn badanka ay ku gasho taasina waxay noqotay fikradda ka dambeysay filterrada in lagu daro Instagram qodobkaasina waxa uu noqday mid ka mid ah kooyowgii guulaha aasaasiga u soo hooyay Instagram waxana yiraahdeen in sawirrada filterkooda lagu macaaneeyay meelaha kale ee baraha bulshada la soo dhigo lix toddobaad oo ay tifaftirka abkaas ka shaqeynayeen kadib 6 Oktoobar 2019 ayay si rasmi ah shaashadaha u soo geliyeen sida caadiga ah abka marka la soo geliyo Play Store-ka muddo ay qaadataa in la barta laakiin maalinkii koowaad ee abkoodaas ay saaxadda soo geliyeenba 25,000 oo qof ayaa akoonno ka sameystay hal bil markii uu shaashadaha ku jirayna hal milyan ayay user-kiisu gaareen qodobada guushooda saacadeena waxa ka mid ahaa inay sameeyeen hab ay dadku sawirradooda qurxoon ee filterradooda ay u adeegsadeen ay baraha kale ee bulshada ku faafinayaan sida Facebook oo kale taasoo dad badan bartay Instagram waxa sidoo kale ay ku soo aadeen oo soo bixitaanka iPhone 4 oo kamarad wanaagsan la soo biiray dadka mobiladaas smartiga adeegsadaana abka ugu wanaagsan ee ay sawirradooda ku faafin karaan waxa uu ahaa Instagram mar saddexaad kana designerrada iyo photographerrada adduunka ka sheegana ee platformyada kale kulahaa akoonnada ay dadka badani ku xidhan yihiin ayay ku casuumeen inay akoonno ka sameystaan Instagram taasina guushooda ayay sii kaabtay maadaama aanay xadiga intaas la'eg ee dadka ku tala galsanayn Instagram way ku adkaatay inay users cusub sameystaan oo abkii culays ayuu dareemay ciladana way ku yimaadeen habsami uu socodkiisiina hoos u dhac weyn ayuu la kulmay waliba gaar ahaan markii ay dadka caanka ahi ku soo biireen oo uu ugu horreeyay Justin Bieber markasta oo wax cusub soo post gareeyana
عيدن دن او قبل دا ايرا ايا كسو بيري انستغرام سوغرادة بادان الوغو بوستغرين ايانا ارن كويسيا عكرين اياغ او افر شغالي اهو كليا او لبا كميده هي ايهينا ساسياشي ايو لبا مليان او يوسر انستغرام غاري لباكم لبا يوتوبان كي ايينا ترادة دادك كشغين ايا سدح يوتوبان قف غاري مرو كيفين كاقب غالي حفلات اي داد يرا عانا هي ما دين ايي قبل كديسوكو كل مين او اي وغشه كيسي ابكاس اسوبة انستغرام اكون كيدو هل مليان اي كو حرانتا هاي نووي توستي وحانا اي هيد قبل داسي اريانا جراندي سيسو قو ما انو جرانين مركز تا او دادكاس عانكا هي اي وحسور ديغان نادادكا كفل عرين ايا كو وكسو بير ايا ايا رغرغاق اي سمين ايا ايا سيحو جي سين ايا انستغرام نا عريري قلين ايا هير اي سوغرين حتى سياني معاميشو دا اوواين وحسو ديستونا ايو يراتو مركز تواد وحيابا واناكسان اد لا دهي او اد داتك اسكا قدايسو داتك اللي وداجي ساقو دهي يحسلون ادرك الدريم ايا داتك اسي راعانك ايو حايفلان ايا ايا العاكا سمين كريان تاقير ياشو داس انستغرام وبرساسي كلا ايا يوغسام ايا وشركة ديها ايا دادكا عانكا لحرير ايا او لعاكو سينا ايا 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 قبكو ديسكو ساوران اما ساور رايكا قادين وسود دير ايا ساي دادكا وغو توسان دادكو لما داما قف اي تاقير او يهين اي كا اركين او انو سيدي حييسي استيفيقا كسو قلاي اهين ويسود وين ايا حالكا سنقنعسي ايا باكا برامي او رقراقاقي انستغرام ايا سيحوغي استي هير اي دادكا قار سيدا كيم كارداشيان حالكا بوستي انو عاسا هل مليان او دولار كسمين ايا ويا دا صحوري انستغرام ومانو شغين شرين قاب له الگوريثم كا وحيابها عانك نقونا يا سمان والاها ينا شغالها انستغرام عدا يدونا يانا عانو قرديقي شرين إياقا يانو قفك يدونا يانا عان هنتي لاه قرديقي شري لبدي سنو اي وقوه ريا انستغرام العقل اقام سمينين حبك حيسي سيادة اي اردس كنما آني سميسان وحانا اي كتير سنايان العاق تاس مالقش دي ياشودا سيكا دي سايو تويتر سيقود دي ينو قطو انستغرام ماموري سيفرين تا ايان عسومي كيفين اساقو واركي فرصد مهم او تويتر كو هنان كرايو انستغرام برسو حاك دي ساكو نقطي تلابدا او كيفين قاضي او دنك كالي وحا سيكا دي سايساقو نوصو وعين ماك سوكر بيق نيكا ينو هراو غسو فالو نيسي دا واتساب كيالي وحانا او سو بندقي ينو دونيو شركة دي ساسينو قطو وحانا او سو بندقي هل بليون او دولار إساقو شاقي ينو انستغرام كروغو قادي دونا ينو اديك سدياشا ايا الگوريثم كا فيسبوك سو بيريو بلسا كيفين وفهنسنا وحاو دوني سوكر بيق وحاو كلاش رتمي ايا ان انستغرام اي كمدح برنانان دونتو فيسبوك اونا كيفين وحو البيسكي او ودي كرو ايادا او انو ماك سوفر اقشن ايادا وعيد والبا اي ليا بنتهاي ايونا كيفين اقبالي ينو هل بليون ماكا قدو انستغرام ما دام او كتهميي ان اي كفائيدة ياندقالها خبرات دا اي اقبك فيسبوك ساي انستغرام كروغو قادان وحاو سيدو كري اوغا كيفين حدي او كجدي وايو ماك ان فيسبوك وبربرين ايو ابكي ساسكر ايو او عردين رلين ايو ان اي سكو درف نقضان نا اي لبدا اببقول قارسين ايسو وحنا ابكاس لالك الوريقي لبكون لبيو تبانكي وانا دعضان هوري تاريخ دا وقردعين ان اب موبل كالوو استعمالو هالبليان لغو قطا ولي بأب تشري ستيديو تبان بلودو كليا آن وح العاقة هنا السمينين برسالة بكون سقالي تبان كي مركي اللي سوق قاري انستغرام وحا اوكو حساب تميي دخلي أفريا لباتن بليان أسنت كيبا والصدن بغل كيبا كاد دخلي قاودي فيسبوك ويرد عادي إنا ينبادنو استعمال ياشي هي كوح مادين فيسبوك واب كاسنا هيرو وردن كاسنا وحوك اللي أوردرادة وإي اللي يهين كهيرو وحنا لقد دوني إن فيسبوك ينستغرام أي كلام دح بنانادان سيديو فيسبوك بلان قاضيبا markay heshiiska lagu dhawaaqayna dawladda badan ayaa baaritaan ku sameeyay in Facebook maadaama uu gatay Instagram uu monopoly ama xurto ku qabsan doono suuqa baraha bulshada waana la ogolaaday inuu la wareego balse sanado kadib ayaa gadaan laga ogaaday in qaladkii ugu weynaa ee waayahaas la galay uu ahaa in Facebook loo ogolaaday inuu la wareego Instagram hatta Chris Hughes oo kamid ah asaasiyashii Facebook ayaa sheegay inaanay ahayn in gadashadaas loo ogolaado isagoo sii raaciyay إن أود ماك إمنك أن لا تحراعي كرينين تي مرايكنك لوغا برتينا آنا يهين برسردنك كالي صدحي تمنك يوقف يكوحد إنستغرام هامر كيو هشيس كرد ماضي ويدبال ديجيين كيف نيانا حفل اللاس فيغا سكو عسومي لكن ما آنا يسي وارين رين تاسي أوه حيسي في يدو دو حريسين أيين فيسبوك سمشاهر بدن أو أيوقل ميين كما آنا يهلينين عدة كلية إكمتكا إهشيس كاسكفا إيدينا وكيفين إيا مايك أو هانينك قيبتكاها أساسي دين إنستغرام تاسو حانا قدح لسي شغاليه وحانا ومركب كيفين قطي على بها قاليقا إهانتي رياش اللي قوية قانو برسي بلوغي كواد بوحاو كيفين لكل ماي عقب دو ووين كسو لواد هدى بمركن عالم كمدو إنستغرام وحلقاري حلقي آنو كاقن عصان الله ينسي ورديينا
iyada oo aanan idinka lacag idinku siinayn wax notifications ah oo idin ugeysiinaya in sawiradiina laga ganacsanayaana aanay idin soo gaadhaynin wax kala doorashana idinan kulahayn maqaalaha ciwaanadoodu noocan yihiin ayaa iska soo daba dhacay kadib markii ay Instagram bedeshay shuruudihii adeegsiga waxana adcaan u noqday hashtag delete Instagram Instagramna dib ayay isugu noqotay hadalkeedii ayay wax ka bedeshay shuruudaha la xiriiray caqabadaha kale ee ay wajahday Instagramna waxay ahayd إن ما دام أنقفك اللي قدون إن حق الرسمية مركو وكون سميسان أيو وقفك كسميستو تبنان أكون وحدون أنا أو سميييو حتى وحيا بشر عيد الراوس وبوست كريييو مقالو بدن أيام مركي بلا ققري سامين تحون إن إستغرام أي كويا لنيسو عافماتك مسكح دايو قفك وحنا اللي دراسي حريرك كردحيي أديك سيجي إستغرام يدي غدا معارضة إيا إسكو بوقا مردبريشنكا وحاوحالكو كسيد داري لباكون كوابيا لباتنكي markii Wall Street Journal uu xaqiijiyay in Facebook sanado badan ogaa in Instagram uu halis ku ahaa oo uu dib u horseedi jiray in badan oo dadka adeegsada ee uu ka qarinayay qolyaha ku shaqada leh ee shuruucda sameeya waxana xogtaas laga helay dokumentiyo sir ah oo gudaha Facebook si hoose looga soo diray waxana laga soo saaray nuxur ah in Instagram uu halis ku yahay toxic ku yahay dad aad u badan oo adeegsadayaashiisa ah gaar ahaan gabdhaha yaryar ee barbaarta ah hadda u fiirso gaar ahaan gabdhaha barbaarta ah oo saddexdii hablahaas barbaarta ahba mid ka mid ah oo Instagram niyad jibkaga rido dhanka quruxda jirkeeda haddana waxaa soo baxday daraasad kale oo dhigaysa in 13% barbaarta Ingiriisku ay leeyihiin fikrado istiil la xiriira ayna ka dhaxleen dareenadaas istiilka ku riixaya adeegsiga Instagram daraasadahaasina waxay ka soo baxay in daraasiinta ay shirkaddaas lafteedu samaysay dadkaas reportiyada ka dirayay Instagram ee ka cabanayeena waxay doonayaan inay faa'iidooyin lacageed oo waaweyn ka helaan ganaxa Instagram la saarayo dhanka kale mid ka mid ah shaqaalihii ugu horeeyay ee Instagram ayaa ku wareeray systemka webkoodan uu shaqeynayo ee uu isu bedbedelayo oo isaguna ringa sii cakiray waxay dadka adeegsadayaasha ah bilaabeen in ay ku soo baahiyaan Instagram sawirro ay ka soo shaqeeyeen oo ay waqti soo geliyeen oo quruxdoodu aanay dhayalahayn taasoo ku abuurtay dadkii arkayay cuqdad ah isbarbardhig in inantii marka ay aragto mid ka dhex yar ama kaylka cadcad iyo waxyaabo la mid ahba ay iyadii isyasto oo ay isquursato inankii marka warko nin gaari qaaliya oo aad u qurux badan isku soo sawiray oo isquursado oo faqiir isu arko cuqdadahaas isbarbardhigga ayaa dadka Instagram adeegsada ku xoogaystay dhanka kalena waxaan Instagram ay yeelatay qaab uu qofku like iyo la falgal fake ah oo kumanaan iyo malaayiin ah ku samaysan karo ama wakoonkiisa lacag ugu promotion garayn karayo si uu dad badan u gaadho taasoo iyaduna cuqdada caanimo dadkeen sidaa samayn karay ninku beertay Royal Society of Public Health ayaa ku magacowday in Instagram inuu yahay abka ugu xun ee caafimaadka maskaxda dhalinta saameynta ugu daran ee ugu xun ku leh iyagoo ku sii faahfaahiyay in marka uu qofku Instagram ku arko nolosha khayaalka ah ee qof waliba uu iska soo duubayo ama uu iska soo sawirayo ay cuqdadaas ahinaan waxa haysani ku dhacayso taasina ay meeshii uu qofkaas dhalinta ahi joogayna ka kaxaynayso meel kalena aanay gaadhsiinayn waxaa dhanka kalena soo baxay dad waxyaabaan caadi ahayn u samaynaya Instagram dirteed tusaale ahaan National Geography ayaa wax ka qoray sida uu Instagram wax uga bedelayo socdaalkii iyo safaradii waxaa jirtay meel qurux badan oo background soo jeedasho leh lahayd oo ku taalay Norway oo dalxiiskii lagu tagi jiray uu 8,000 laabmay yacni 8,000 oo jeer ayuu laabmay dalxiiskii lagu tagi jiray kaliya si sawirkaas loogu soo galo oo Instagramka loo soo dhigo safaradii la gelayayna sawirada lagu gelayo ayaa ka muhiimsanaaday khibradii laga kororsanayay waxaaba haddana sawiradii looga sii gudbay kuwa halis ah in la galo yacni sawirro halis loo bareerayo sida in dhisme dheer fiiqiisa la istaago oo selfie lagu galo ama qaar kale oo halis ahuun waad xasuusatan geedkii buurta daalo cidhifkeeda ku yaalay ee ay dhalinta badani naftooda ugu biimeeyeen kaliya ugu sawirtaas saamintaas xun ayaa ka dhalatay heer xuguruurin qodobkaas lagu sameeyay lagu soo saaray in 209 qof ay ku dhinteen iyagoo isku dayayay inay meelo halisa sawirro selfie iskaga qaadaan 2017-2017 intii u dhaxaysay dhacdooyinka xanuun kale ee lasoo qaato waxaa ka mid ah gabar 14 jiro oo Molly Russell la odhan jiray oo markii ay dhimatay kadib la ogaaday in Instagram ay ku soo posti gareen jirtay diiqad depression iyo istiil waxyaabo la xidhiidha abeedna waxba uu sheegay in uu aaminsan yahay in Instagram ay qayb weyn ka ahayd dhimashada inanteeda haddaba waa inaynu ogaanaa in Instagram inuu yahay app free ah oo cidii doonta ay adeegsan karto cidii doontaana ay iska dayn karto dadkuna ay soo post garaynayaan waxay rabaan ayna follow garaynayaan ciday rabaan Instagramna marar badan ayuu tijaabiyay inuu sameeyo tallaabooyin xanuunadaas maskaxeed yaraynaya sida inuu like-ta tiradeeda qariyo laakiin way suuroobi waayeen badigoodii balse markii lasoo gaadhay 2018-kii waxaa soo baxay qof ka daalay Instagram
إيه سيستم كأوك شقين أيو وحان أوهانين كي سمييي با إيه كيفين بدي بدت كاديك سادة إنستغرام ما أغين وفيسبوك غطي لور كيسانو إيه وغوه ريي ماك سوكر بيغو وو أغلا دي كيفين إنو سي فيسبوك مدح بنان هولاها إنستغرام ودو سيدي لغو هشيي وحجري حوغا عطسيو ير يرعا سادة إنو فيسبوك عصادة إنستغرام إنو حددو هاشتاق فاين إيه إنو أديك سادة ياشي سكولي ريقريو إناني مقعيدو دي سناب جات كودا إنستغرام كودا كسو بندقين أو فيسبوك ما آنو دونين شركتها يترتميان إنو سوع شعب بحوذا قيب كان نقضو وحانا وسيدو كلاعو كاعد سادي ننكا سوكر بيغاهي كيفين إنو أساسياش واتساب يغانا أسو بندقو سيدا أولا شقييو إيانا نو فيسبوك فرقشانين أرمها غاركا إن إستغرام ما دام ودوني إيو واتسابنا إنو يبسدو لكن أساسياشي سي أي كلب اللبين إيان حقيقنا ويهيدو مركز ما آنو فرقشان شرين لكن بربا مركز كدام بيسا فيسبوك إن إستغرام هورا أيو غسو روقان سنيي تاسو حوغا اسقبسيو أرداليسي وحانا خلافكو أو كبلا مي مركي أو سوكر بيق دمعاي إن إستغرام أو إيميلو إيا نوتيفكيشن أو ديرو أهديك سادة ياشيسا سيو وابكو سيو هرو مرو لكن وكيفين كديدي ما دام أو درانسانا إني ديتكو كرهسان أيان خلافكي وقوينانا وحاو سوكلا دحقالي مركي لقاري لعاكا سمينتا إنستغرام إيا حيي سيسيادا أو ماكو حاو دوني إيا سيستم كحيي سيسيادا إيا فيسبوك إنو توسو كانو إنستغرام oo ku dhaqan galiyo taasoo dhanka ganacsiga marka la iska taago aqli galahayd halkii hawl kale hadda iyo ko system xayeysiisyo oo cusub lagu sameyn lahaa facebookuna uu leeyahay system xayeysiisyada oo adag oo sanado soo isticmaalayay kaas ayuu budoonayeen oo instagramna dhaxkeeno malaayiin dollarna way ka wada faa'iidi lahaayeen balse keyfin kama aanu helin isagoo warkay inay saameyn xun ku yeelanayso magaca instagram iyo adeegsadayaashiisaba maadaama adiska ma xayeysiisada aan badanaa la jecelaysan waxa uu doonayaa systemka duwanka facebook inuu sameeyo oo dadka wax xayeysiinaya ay koobnaadaan qaabiyaga badeecadooda iyo instagramka si qurxoon loogu soo bandhigayana ay ugu xayeysiistaan sidaas ayuuna ku cayuuqay kayfin oo ad system ama nidaam xayeysiiseed oo isaga u gaara ayuu sameeyay xoogaa shirkadda waaweyn oo lagu kalsoon yahayna uu u sameeyay xayeysiisyadaas waxaana uu systemkii xayeysiisada instagram la mid noqdayba kii facebook balse ugu dambeyntii kayfin ma aanu ahayn booskii lahaa instagram ee waxa uu ahaa maamulihii fulineed ama CEO-gii isku dhicii ugu weynaana waxa uu bilaabmay markii uu maak aaminay in instagram haddii ay sidan ku sii socoto ay facebook la qayso maadaama facebook uu yahay shirkaddiisii aasaasiga ahaydna waxa uu dareemay in instagram ay adeegsadayaal badan ka sii jiidanayso oo uu doonayay in instagram uu horumaro laakiin inuu kabaha la dulmaro ma aanu doonaynin maama soomaaliyeed ayaa ahayd walaalka fulxumana kulama jecla fayna kuuma ogola yacni inaad liidatana kuuma ogola inaad isaga kabaha la dulmartana kuuma ogola balse si ay ahaataba instagram xawaare aan caadi ahayn ayay ku socotay inay liqdo facebook way ku sii siqaysayba taasoo sababtay inuu aad u soo faragashaday sukerberg instagram taasoo ka cadhaysiisay kevin maadaama tallaabooyinkaasi ay hakinayeen hor socoshada instagram waxaana ka mid ahaa in ay meesha ka saaraan linkigii instagramka ee facebook yaalay ee dadka facebook isticmaala ay ka raaciyeen oo loo bedelo in linkigaas uu noqdo ka facebook oo instagramka la geeyo si ay dadku dhanka facebook u soo aadaan navigation linkiga waxa uu sidoo kale u sheegay in 800,000 ay kordhin karaan shaqaalahooda sanadka dhanba iyadoo haddana instagram uu sidaas u dhan u sii kobcayay kayfina hadalka kalama aanu dambeyne shaqaalaha wuxuu sheegay inaanu ku raacsanayn maak go'aanadaas halkaas ayay xiisaduna si rasmiya uga qaraxday kadibna waxa uu kayfin qaatay fasax haddana wuu kordhistay markii uu soo laabtayna waxa uu keenay istiqaaladiisii ninkii kale ee la aasaasay instagram ee mikena sidoo kale istiqaaladiisii ayuu dhiibay shaqaalahana xaalku wuu ku adkaa oo maanay sawiran karaynin instagram oo aan haysan labadiisii aasaase hal bil kadib markii ay tageenba abkoodii waxaa loo bedelay brankiisii instagram from facebook xayeysiisadana si aad saayiduwa ayuu ugu sii daayay mark notification ismaala yacni aan qofka instagramka adeegsanayo ooda ayuu kaga qaaday waxaana uu dhex raaciyey facebook inuu qaaban xayeysiis aan rasmi ahayn u dhexgeeyo instagram waxa uu sameeyey featureska snapchatka oo kale oo dhankaasna tartankaas ayuu ka galay sidaas ayayna instagram hadda ku socotaa waa taas qisada instagram bilow ilaa dhammaad dhaqaalaha lixaad kale ee uu sameeyo caalamkiisa madow sida uu dhalinta maankooda u madoobeeyo ee ciilka iyo cuqdada uu ugu beero sida mark zuckerberg whatsapp iyo instagram markii uu qaatay uu labadaba ugu tagrifalay ee uu tacadiyada uga geystay ee uu baryihii bulshadana monoboliga ugu sameeyey saameynta xun ee applicationada si ay dadka ku yeelanayaana ay sababeen inay aasaasiyaashii instagram iyo kuwii whatsappa ay iskaga tagaan markii mark la shaqayn kari waayeen iyo sida uu instagram cudurka siyaasadda ama isqhuursiga u gelinayo dhallinyarada ninkii sameeyey ee kevin postigii ugu dambeeyey ee uu soo dhigayna waxa uu ahaa 12 May 2018 faraha ayuuna ka qaaday instagram gebi ahaanba tolow
ملا قاري حليقات أدقونا إسكم مسيحي لهيد أبكان أنفا يدا مانكاقا يا عادفة دادا منا وفي عنين والسلام عليكم.